تجمع العشرات من المتظاهرين من قوى سياسية مختلفة قدموا إلى ميدان التحرير للمطالبة بكشف الحساب بعد انقضاء مدة 100 يوم التي وعد الرئيس الشعب فيها بحل أزماته الخمسة. أن يتدخل محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية وبصفته كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة فلينسحب الإخوان المسلمين وحزب الحرية من الميدان. أول الأحداث كان في مظاهرة بعد 100 يوم من حكم محمد مرسي اسمها كشف الحساب، بتتكلم عن الوعود التي قطعها على نفسه في أول 100 يوم لم يحقق منها أي شيء، بل العكس عمل عكسها تماما، يعني عمل عكس اللي قاله تماما. شباب جماعة الإخوان اعتدوا بالضرب على المتظاهرين السلميين باستخدام الحجارة، باستخدام الرخام، كسروا المنصة الرئيسية اللي كانت موجودة في ميدان التحرير، عكس كل الكلام اللي كانوا بيقولوه عن اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، نحمل الخير لمصر، كل الكلام الإيجابي الجميل اللي هو إحنا جايين علشان خاطر الخير اللي قبل الانتخابات حاجة، وبمجرد أول احتكاك معاهم الأمر تغير تماماً. أنا أتذكر إنه نظارتي اتكسرت في اليوم ده نتيجة للاعتداءات يعني اللي كانت علينا. هنا بدأت تظهر بشكل كبير وبشكل فج ما يسمى بالفرق الرياضية، والحقيقة إنه الإخوان كان الميليشيات بتاعتهم كانوا بيسموا بالفرق الرياضية. هناك الفرقة 95 أو غيرها من الفرق، هذه الفرق هي من مفتولي العضلات ومن الرياضيين ومن الشباب اللي لأول مرة كنا بنجد إنه تعرض بعضنا لاستخدام الهراوات ضده والصواعق الكهربائية. فالحقيقة ده كان مشهد، الحقيقة بالنسبة لي مشهد جلل.